ارتفع معدل الأسعار المستهلك قرابة 4% خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة. على المستوى الشهري خلال العام الحالي سجل معدل التضخم ارتفاعا بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وأعلى مستوى سجل في شهر شباط كما نلاحظ بنسبة 4.25%، وفي كانون الثاني كان 3.77%، ونلاحظ أيضا ارتفاع في آذار وفي نيسان بنسبة 2.39%، وفي آذار 3.91%، وكما تحدثنا قرابة 4%، ليتراجع عن هذا المستوى إلى دون 3% في شهر نيسان أيضا، ليسجل معدل التضخم خلال الأشهر الأربعة الأولى للعام الحالي 3.17% نتيجة ارتفاع مجموعة من السلع ذات أهمية عالية للمستهلك. بالمرتبة الأولى نلاحظ الوقود والإنارة بنسبة ارتفاع 23.3% بسبب فصل الشتاء والطلب الكبير على الوقود، وأيضا الإيجارات وهناك ارتفاع في أسعار الإيجارات بنسبة 5.2%، النقل بنسبة 3.3%، البيض والألبان بنسبة 8.8%، وأيضا الصحة بنسبة 6.6%، نلاحظ أيضا ارتفاع في تكاليف الصحة. بالمقابل سجلت أسعار خمس مجموعات سلعية تشكل أهمية أيضا عالية للمستهلك تراجعا، تمثلت في الخضروات والبقوليات تراجعت بنسبة 15.4%، الفاكهة والمكسرات 1.9%، التوابل ومحسنات الطعام بنسبة 2.5%، وأخيرا المشروبات بنسبة 0.5%. نلاحظ أيضا الانخفاض كان في مجال الطعام. وللإضاءة أكثر على ارتفاع أسعار المستهلك في ظل التحديات الاقتصادية ينضم إلينا عبر زوم الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور محمد الهدب. أهلا بك دكتور. مساء الخير لك يا أستاذ المشاهدين. أهلا بك دكتور. كيف تقرأ ارتفاع معدل التضخم مع نهاية شهر نيسان قرابة 4% في ظل الصعوبات المعيشية والاقتصادية؟ نعم، هذا الارتفاع متوقع، والسبب أن هنالك مجموعة عوامل، من أهمها أن جزء من هذا التضخم هو مستورد من الخارج وليس يعني مصنوع محليا، بمعنى الأردن كما تعرف دولة مستوردة للطاقة وللوقود، وبالتالي الارتفاع العالمي لأسعار النفط يؤثر سلبا على أسعار في الأردن. وكما أشرت في تقريرك أن مجموعة الوقود والإنارة ساهمت بشكل كبير في هذا التضخم بنسبة 23%، ولا سيما أن الوقود هو مدخل يعني لمعظم الصناعات والخدمات التي يتم اختيار مجموعة منها لقياس التضخم، وبالتالي إذا جزء من هذا التضخم هو مستورد من الخارج. ومن وجهة نظري السبب الآخر للتضخم في الأردن هو رفع أسعار الفائدة، كما تعرف الآن يعني الاحتياط الفدرالي ما زال ينتهج رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الموجود في أمريكا، والذي سببته يعني السيولة الزائدة في الأسواق. نعم. والحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي يعني أسباب معالجة التضخم الموجودة في أمريكا تستلزم رفع الفائدة. نعم. لكن لم يكن لدينا بالأردن تضخم عالي لنرفع أسعار الفائدة، لكن تم ذلك وهي سياسة حصيفة بالفعل للمحافظة على الاستقرار النقدي وجذبية الدينار. نعم. لكن الأثار السلبية، نعم أنا أود أن أشير فقط أن الأثار السلبية لرفع أسعار الفائدة هي ارتفاع الكلفة التشغيلية، لأن معظم الشركات تعتمد في عمليات التمويل على البنوك، وبالتالي رفع أسعار الفائدة أدى إلى رفع كلفة التشغيل على الشركات المقدمة. نعم. والمصنعة والمقدمة للخدمات، وبالتالي أيضا نعم ساهم بشكل كبير برفع الأسعار، وبالتالي بقاء نعم. التضخم يراوح هذا السعر. نعم، بالنسبة للأسعار دكتور، يعني وزير الصناعة والتجارة قال قبل أيام إن أسعار السلع بدأت تتعافى، هل تتفق معه؟ لا أتفق مع ذلك صراحة، لأن يعني ما هي السلع التي تعافت؟ إذا الوقود ساهم ب 23% بالتضخم الموجود في الأردن، والوقود هو مدخل أساسي لمعظم الصناعات، إذا إلى الألبان والبيض والمنتجات هذه تحتاج الوقود في عمليات التصنيع، النقل، العقارات، الوقود يعني الطاقة مدخل أساسي، وأكبر يعني عائق أمام المصنعين والمنتجين هي كلفة الطاقة الكبيرة والتي هي تستورد من الخارج، وبالتالي هو تضخم مستورد. شهدنا قبل أيام قامت شركات الدخان برفع أسعار الدخان، والسبب أن من وجهة نظرها هو ارتفاع كلف النقل العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي يعني هذه الشركات لا تستطيع أن تستمر في سياسة تحديد الأسعار المتبعة من الحكومة، لأنها سوف تضر بها وبالتالي ممكن أن تفلس.
ما أود أن أشير إليه أن هذا التضخم جزء كبير في مستورد من الخارج، وبالتالي يعني الأردن يعاني من نعم. الأزمات العالمية التي تمثلت دكتور بداية بشكل الحرب الروسية بشكل سريع العالمية. دكتور إذا تكرمت، ما هو المطلوب من الحكومة لتخفيض الأسعار في ظل موجة تضخمية عالمية لها انعكاسات بشكل كبير على الأردن؟ أعتقد هنالك شقين، الشق الأول أن تحاول الحكومة يعني خفض ضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية وعلى بعض مداخير الإنتاج التي قد تساهم في خفض الأسعار، وثانيا هنالك يعني من وجهة نظري الدور على البنوك التجارية التي تقوم برفع أسعار الفوائد بالتخفيف على الشركات المصنعة والشركات المقدمة للخدمات، لأن بالنهاية البنك المركزي لا يمتلك إلا أن يقوم برفع أسعار الفائدة تماشيا مع النهج الاحتياطي الفدرالي العالمي، وهذا نهج حصيف، لكن البنوك التجارية عليها دور، يعني هي لم تتحمل أي تكاليف مقابل رفع أسعار الفائدة، وبالتالي تستطيع أن تقوم بمجموعة من الحزم لتساعد الشركات والمواطنين على تجاوز هذه الأزمة المؤقتة من وجهة نظري، يعني لن نعم تستمر أزمة، نعم دكتور وبالتالي يعني هي فترة قصيرة يجب أن يتعاون الجميع للتخفيف. نعم الحكومة لديها الحل، لديها ضائقة مالية، لديها يعني اعتماد كبير على الإيرادات الضريبية، لكن قد تستطيع وخصوصا في مجال كما أشرت الوقود والإنارة نعم وهو المساهم الرئيسي في رفع التضخم بالأردن، نعم أن تحاول التخفيف من خلال يعني خفض الضرائب على بعض نعم مدخرات الإنتاج وعلى الوقود بشكل، كما نعم دكتور شاهدنا في أزمة الديزل. نعم نعم الخبير والباحث الاقتصادي دكتور محمد الهدب كنت معنا عبر زوم، شكرا جزيلا لك. تعكف وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تعديل قانون الكهرباء لسنة 2002 لتلبية متطلبات مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي بحسب وزير الطاقة دكتور صالح الخرابشي خلال اجتماع لمجلس الشراكة مع القطاع الخاص. الخرابشي كشف أن المرحلة القادمة ستشهد تحديث قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2012 وتعديلاته، ومن الأسباب الموجبة لتعديل قانون الكهرباء إعادة تنظيم الجرائم الواقعة على القطاع وتحديد العقوبات المناسبة لها وإضافة مفاهيم جديدة تواكب فضل الممارسات العالمية كتنظيم عملية تخزين الطاقة الكهربائية والتوليد الذاتي للكهرباء، كما تشكل تحديد صلاحيات وزارة الطاقة في رسم السياسات وهيئة الطاقة في تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرخص والتصاريح. بعد قرابة 8 سنوات على تعثر مشروع المدينة الصناعية في محافظة جرش، قررت الحكومة تحويل صفتها إلى مدينة سياحية تراثية صديقة للبيئة بما يتناسب مع أحكام قانون البيئة الاستثمارية الجديد. ومدينة جرش الصناعية من المدن قيد الإنشاء وبدأ العمل على تجهيز البنى التحتية في عام 2016، وكان من المقرر إنجازها خلال سنتين لاستقطاب استثمارات في قطاع الدواء وتدوير الورق، وأن يتم إنشاؤها كمنتزه صناعي وسياحي وتجاري. رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم قال في تصريحات لرؤية إن قرار الحكومة جاء في ظل فشل مدن صناعية في المحافظات بجذب استثمارات، حيث أكدت الحكومة للمجلس أن الاستثمارات الصناعية يمكن أن يقام في أي موقع بالمحافظة، وأشار إلى أن المدينة الجديدة معنية بالمشاريع السياحية والبيئية والتراثية توفر نحو 100 فرص عمل لأبناء المحافظة، لكن المدن الصناعية توفر أكثر ما بين 2000 إلى 3000 فرصة. قرار بتحويلها إلى مدينة تراثية سياحية، وهذا القرار بعد دراسة تم اتخاذها من قبل الحكومة، وذلك للأسباب التالية: أن بعض المدن الصناعية في المحافظات الأخرى لم تنجح أو أنها فشلت في استقطاب المستثمرين، ولكن ما نطمح إليه كأبناء محافظة جرش أن تسعى الحكومة لجلب مستثمرين لهذه المحافظة لكي نتمكن من توفير فرص عمل وزيادة خطوط الإنتاج في هذه المحافظة، لنخفف البطالة وهذا الحمل الكبير على أبنائنا الذين دائما يسعون وراء فرصة العمل أو البحث عن فرصة العمل أكثر مما يسعون لتوفير خدمة لهم في هذه المحافظة.